اكيد بانه لما كتوصل الضربات الترجيحيه فاكيد بانها كيكون فيها الحظ عامل كبير، وكذلك تدخلات حارسي المرمى. اذا سنتابع ونترقب ما ستؤول عليه الضربات الترجيحيه الاخيره. سنتابع الان اول ضربه جزاء سينفذها احمد جحوح. احمد جحوح في مواجهه عزيز الكناني، سبق انه سجل ضربه الجزاء بمركب محمد الخامس. اذا احمد جحوح الان في مواجهه عزيز الكناني. اذا يسدد، كانت متابعه من العزيز الكناني ولكن كان تسديدات جحوح ناجحه. جحوح كذلك من بين اللاعبين اللي كيسجل بشكل جيد. اذا سنتابع الان ضربه جزاء لصالح فريق المغرب الفاسي. ضربه جزاء لصالح فريق المغرب الفاسي. اشرف بن شرقي في مواجهه ثانيه بعد ان كانت له المواجهه الاولى. وانس زنيتي، انس زنيتي هل يكون على مفارقه خلال هذا المباراه بن شرقي؟ اذا سنتابع الان في مواجهه انس زنيتي، وبنفس الطريقه اشرف بن شرقي يسجل الان ويعطي الدفء لفريقه وللاعبيه. اذا كانت تسديده، ونشاهد الان بن شرقي كيف يعطي الحماس للجماهير. اذا سنتابع مرة أخرى بدر بانون، بدر بانون، بدر بانون، ويسدد بقوة. كانت تسديدة ناجحة، تسديدة ناجحة من بدر بانون، بدر بانون بكل ثقة، وكانت تسديدة قوية وجميلة وبالتالي كانت ناجحة. إذا سنتابع، أعتقد بأنه سي دي بي، سي دي بي هو الذي سيكون وراء هذه المحاولة الأخيرة. او لاعب سيلا، عفوا سيلا قام بمقابله جيده. لاعب علي بدر سيلا، ماشي سهله هذه المحاوله على سيلا، تراجع كيرجع لورا. اذا سنتابع الان، ستكون تسديده قويه، محاوله ويضيع. قلت بانه تراجع لورا بشكل كبير وتسديدته كانت بعيده، قام بلقاء جيد، حاول انه يسدد في الزاوية العالية ولكن كانت بعيدة، وعلي بدر سيلا يضيع. وامتياز الان لفريق الرجاء البيضاوي، امتياز الان، امتياز لصالح فريق الرجاء البيضاوي. سجل هدفين وهدف لفريق المغرب الفاسي. بدر سيلا لم يكن موفق. بامعمر، بامعمر سيحاول، بامعمر الان ويسدد ويسجل على مرمى فريقه السابق. اذا لحد الان 3 اهداف لفريق الرجاء البيضاوي بمقابل هدف لفريق المغرب الفاسي بعد ان ضيع بدر سيلا. اذا الدحمري الان في هذه المحاولة، الدحمري الان في هذه المحاولة، الكل ينتظر بفارغ الصبر، الكل ينتظر بفارغ الصبر. الدحمري، الدحمري الان بالنسبة لجماهير الماس تمني النفس في عدم تضيع هذه المحاولة، تمني النفس في عدم تضيع هذه المحاولة. ضغط كبير على الدحمني، ضغط كبير، ويسدد ويسجل، يسدد ويسجل. والآن سنتابع القديوي، سنتابع القديوي، سنتابع الدحمني يحفز الكناني في مواجهة يوسف القديوي. يوسف القديوي من المتمرسين على تسديد الضربات الترجيحية، عميد فريق الرجاء البيضاوي.
إذن مفترق مهم في مسار الضربات الترجيحية من خلال تسديدات القديوي. القديوي في مواجهة عزيز الكناني. نتابع الآن القديوي، ويسجل القديوي بكل ثقة، بكل ثقة يسجل القديوي. الكناني غير موفق في توقعاته. القديوي تسديدته كانت في خط الوسط، وكانت في وسط المرمى. إذن سنتابع الآن، سنتابع بعد لحظات، هل سنقترب من الحاسم؟ هل سنقترب من الحاسم؟ فريق المغرب الفاسي، فريق المغرب الفاسي من خلال هذه المحاولة. هناك اللاعب اسكيتيوي، تراجع كل الوراء لسكيتيوي. سنتابع اسكيتيوي، ويضيع اسكيتيوي، ويضيع اسكيتيوي، وفريق الرجاء البيضاوي يتأهل، يتأهل من خلال هذه المواجهة. فريق الرجاء البيضاوي يحسم هذه المواجهة من خلال الضربات الترجيحية. تألق أنس سنيتي في حسم هذه المباراة، ولكن كما قلت وأقولها مرة أخرى، فريق المغرب الفاسي حتى وإن خرج من هذا الدور خرج مرفوع الرأس. هذا هو منطق الضربات الترجيحية، فريق فائز وفريق منهزم، وهو منطق أصل كرة القدم. فريق المغرب الفاسي قدم مباراة كبيرة، لكن في الضربات الترجيحية خانت تجربة لاعبيه، وبالتالي كان ما كان، وكان لفريق الرجاء أن يتأهل للدور القادم. إذن هنيئا للرجاء بتأهل في مواجهة الفتح الرباطي، وأقول للمغرب الفاسي لا خوف على الماس ما دام فيها دحماني وفيها سيدي بي وفيها سيلا، وأكيد بأنه المستقبل، كل المستقبل للاعب فريق المغرب الفاسي. إذن هنيئا للرجاء وحد أوفر المغرب الفاسي في المناسبة القادمة. إذن أشكركم على حسن المتابعة، كان معكم عبد الصمد الشيبة في التعليق، و وحدة زميلنا الهرشالي في النقل المباشر، وزميلي شقاق في الإخراج الفني. السلام عليكم ورحمة الله.